الأخوات والإخوة، نعيش مع العالم اليوم في ظروف استثنائية. هذه الظروف أثبتت تلاحم وتكاتف شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، واللي انعكس من خلال الالتزام الملفت من الجمهور بالإجراءات اللي تم الإعلان عنها. أؤكد أن دولة الإمارات مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللي نضمن من خلالها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. الأولوية ومن خلال قطاعنا الصحي كانت زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر وحصر الحالات والمخالطين وعزلهم. هذا الإجراء يتم من خلال تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، بالإضافة لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. واليوم ولله الحمد أبشركم وصلنا لرقم قياسي في عدد الفحوصات وخلال فترة قصيرة، حيث تم في دولة الإمارات حتى الآن إجراء 539,195 فحص. هذا الرقم يدل على حرص الدولة في مكافحة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ويعكس في نفس الوقت قوة نظامنا الصحي وكفاءة كوادرنا الطبية، واللي بفضل جهودهم راح نعدي هذه المرحلة إن شاء الله. أكثر من 500,000 فحص أجريناه حتى الأمس، وراح يتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة هذا العدد ونوسع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي حالات. في النهاية أتوجه بالشكر لخط دفاعنا الأول من أطباء، ممرضين، مسعفين وكل الموجودين في الميدان خلال هذه الفترة، وأؤكد أن صحتكم وسلامتكم أولوية لنا وهي مسؤولية وطنية نتشارك فيها جميعا. شكرا لكم. الآن إلى الإحاطة الإعلامية، وينضم إلينا في هذه اللحظات سعادة عبد الله علي النعيمي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية، كما ستكون معنا أيضا الدكتورة فريدة الحسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، للإجابة على سؤالاتكم وتساؤلاتكم المختلفة. الآن أدعو سعادة عبد الله علي النعيمي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين. شكرا أخي حامد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، يعد سوق العمل من القطاعات المتأثرة بشكل مباشر وواسع بتداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث يتميز سوق العمل في الدولة بتنوع قطاعاته وضخامته ودوره الأساسي في كل الأوقات، ويستمر هذا الدور أيضا في أوقات الأزمات. وانطلاقاً من التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين وحرصاً على استمرار أداء سوق العمل وإنتاجيته بشكل يناسب التحديات الحالية ويستجيب للتدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، قامت الوزارة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإعداد برنامج وطني متكامل لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص. يركز البرنامج على ثلاثة محاور أساسية: العمالة والتوطين والدعم الإداري لمنشآت القطاع الخاص. يشمل المحور الأول محور العمالة تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية للعاملين في القطاع الخاص. تشمل هذه الإجراءات الحد من التجمعات في أماكن العمل ومراكز تقديم الخدمات وحافلات نقل العمال، كما أنزمنا منشآت القطاع الخاص بخفض حضور أعداد العاملين لديها بحيث لا يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية، مع توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة لجميع العاملين. وقد تم استثناء المنشآت العاملة في القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة، الخدمات الغذائية، شركات الطاقة، القطاع المالي وغيرها من هذا الإجراء. كما ألزمت الوزارة المنشآت بعدم زيادة أعداد الركاب من العمال داخل حافلات النقل على 25% من طاقتها الاستيعابية. وتم وقف جميع الأنشطة الثقافية، الرياضية والاجتماعية للعمال وتقليل أعدادهم في أوقات تناول الوجبات. كما قامت الوزارة أيضاً بإطلاق الدليل الإرشادي المؤقت للعمل عن بعد لمنشآت القطاع الخاص. يتضمن الدليل الإجراءات اللازم اتخاذها خلال الظروف الطارئة الحالية. يمكنكم
الإطلاع على الدليل كاملاً على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين. أما المحور الثاني من البرنامج يركز على التوطين، حيث تعمل الوزارة على الاستمرار في دعم وتعزيز استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وقد شكلنا في الوزارة لجنة خاصة للنظر في شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومتابعة أوضاعهم ودعمهم وحماية حقوقهم. وتعمل الوزارة أيضاً على إعداد خطط لتعزيز الأمان الوظيفي في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الأكثر تأثراً بتبعات أزمة فيروس كورونا، وتخفيفاً من الأعباء التشغيلية والإدارية على منشآت القطاع الخاص. يقدم المحور الثالث من البرنامج مبادرات الدعم الإداري للمنشآت، فجاء قرار مجلس الوزراء بتعليق تحصيل الغرامات الإدارية لمدة 6 أشهر وتخفيض رسوم جميع تصاريح العمل لفئات من المنشآت. كما قامت الوزارة برفع جميع القيود المطبقة على المنشآت المسجلة لديها، وسهلنا الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإجراءات تجديد تصاريح العمالة الحالية، بالإضافة إلى السماح للمنشآت باسترجاع الضمان المصرفي فور تجديد التصاريح. كذلك سمحت الوزارة مؤقتاً بإمكانية تعديل عقود العمل بين المنشآت والعاملين بشرط التراضي بين الطرفين، ليشمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر أو إجازة غير مدفوعة الأجر أو خفض أجره بشكل مؤقت خلال الفترة المشار إليها أو خفض أجره بشكل دائم. وامتداداً لبرامج الدعم الإنساني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المقيمين العاملين في الدولة والذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم مبكراً، أطلقنا مبادرة إجازة مبكرة لتتبناها منشآت القطاع الخاص في الدولة، وتحفيزاً للاستفادة من الفائض في أعداد العاملين لدى بعض المنشآت المتأثرة كإحدى تبعات أزمة انتشار فيروس كورونا. وفرت الوزارة فرصة تسجيل بيانات هؤلاء العاملين في نظام سوق العمل الافتراضي على الموقع الإلكتروني careers.muhri.gov.ae للبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق. نؤكد ثقتنا بتجاوز تداعيات هذه الأزمة بإذن الله تعالى بتعاون من الجميع من منشآت وأفراد، والتزامهم معنا بالإجراءات الاحترازية والوقائية. تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لسعادة عبد الله علي النعيمي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة بوزارة الموارد البشرية والتوطين. تحدث فيه عن دور المثمن والدور الكبير والإجراءات والتشريعات التي قدمتها الوزارة خلال هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به الدولة، خدمة للصالح العام، خدمة للمجتمع، وخدمة لكافة الموظفين سواء مواطنين أو مقيمين. الآن إلى كلمة الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، فلتتفضل. عمتم مساءً، نتمنى أن تكونوا بصحة وسلامة، ونتمنى لكم ولأهلكم ولكل من يعيش هذه الأرض الطيبة. نستعرض معكم مستجدات الوضع الصحي والإجراءات الوقائية لفيروس كوفيد في الإمارات. اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل سجلنا من خلال الرصد والتحري والتقصي المستمر في الدولة 300 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة. وصلنا مع هذا العدد لإجمالي 2659 حالة إصابة في الدولة حتى الآن. كما نعلن اليوم ولله الحمد عن شفاء 53 حالة جديدة وتعافيها التام من المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 239 حالة. كما تسعدنا الإجابة على استفساراتكم الواردة لدينا. شكرا دكتورة. إذا تحدثتي عن شفاء 53 حالة
وصل العدد الإجمالي إلى رقم طيب ولله الحمد. دكتورة، يعني وصلتنا مجموعة من الأسئلة عبر عن بعد من خلال الصحفيين. السؤال الأول دكتور الذي يتحدث من خلاله عن مجموعة من الأمور، كيف يتم متابعة الحالات والأشخاص في الحجر المنزلي؟ طبعا بالنسبة للحجر المنزلي ومتابعة الأشخاص من منازلهم، الأشخاص الذين تعرضوا وخالطوا مصابين، هو إجراء متبع حول العالم، يختلف من حيث آليات المتابعة، ونحن حريصين على استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية عن طريق الهاتف. في هذا الصدد تم البدء في استخدام تطبيق Stay Home الذي أعلنت عنه دائرة الصحة في أبوظبي مؤخرا، وذلك لمتابعة الحالات والأشخاص في الحجر المنزلي والتزامهم. ننصح الأشخاص الموجودين في الحجر المنزلي في إمارة أبوظبي بتحميل التطبيق والاستفادة من خدماته والاطلاع على كافة المستجدات بخصوص التطبيق. وفي الأخير هو البرنامج موجود لصحتكم وسلامتكم. نعم. سؤال آخر وصلنا عن بعد دكتورة، هل يستطيع أي شخص أن يذهب إلى مراكز الفحص التي تم إنشاؤها في الدولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهل هناك ما يضمن عدم إصابتي بالفيروس بعد الفحص بساعة؟ نعم حامد، طبعا تكلمنا سابقا عن مراكز الفحص خلال المركبة التي تم إنشائها وجاري أيضا العمل على التوسع فيها في مختلف إمارات الدولة. طبعا مراكز الفحص من خلال المركبات تهدف لتوفير بيئة آمنة للفحص وتقليل الازدحام في المراكز الصحية. الأولوية في هذه المراكز للأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية، من فئات كبار السن والأشخاص الذين أيضا يعانون من أمراض مزمنة. بالنسبة للفحص في المراكز الطبية، ننصح الأشخاص باتباع الوقاية ولبس الكمامات خلال تواجدهم في هذه المراكز، والحفاظ على مسافة كافية بينهم وبين الآخرين لا تقل عن مترين. نعم. سؤال آخر، تعلن بعض الدول دكتورة عن نسب حالات شفاء بشكل مستمر، هل تعتبر دولة الإمارات من الدول التي بها نسبة شفاء كبيرة، وعلى ماذا يتم الاعتماد في ذلك؟ طبعا بالنسبة لمنهجية الاكتشاف المبكر التي تتبعها الدولة وفحص أعداد كبيرة من المجتمع، فئات مختلفة من المجتمع، طبعا هذه الفحوصات تساهم في زيادة أعداد الحالات المؤكدة في الدولة، وبالتالي يتطلب الأمر بعض الوقت لشفائها. بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية حتى الأمس، التقرير اليومي، نسبة الشفاء على المستوى العالمي أقل عن 25% مقارنة بأعداد الحالات المكتشفة في نفس اليوم. لذلك طبعا نسبة الاكتشاف في الوقت الحالي قد تكون أسرع من نسبة الشفاء، وهذا ما نشهده أيضا في من خلال متابعتنا للوضع في المنطقة. بالنسبة لفترة التعافي للحالات البسيطة مثلا، حسب الدراسات أنها قد تتراوح بين الأسبوعين إلى 3 أسابيع، أما الحالات اللي هي متقدمة قد تزيد عن هذه المدة. الجدير بالذكر أيضا أن حاليا يتم توفير العلاج الطبي للحالات المكتشفة مثل مضادات الفيروسات، ويتم متابعة ودراسة فعاليات هذه الأدوية وفعاليتها لتقليل المضاعفات ولتسريع التشافي. فهذا إن شاء الله نعمل أن نرى نتائج قريبة له إن شاء الله في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. سؤال أخير دكتورة، مع التأكيد على لبس الكمام، بات منظر رؤية الكمامات والقفازات مرمية على الأرض متكررة وبكثرة، خصوصا في مواقف مراكز التسوق، ماذا يمكن أن ننصح المجتمع، ماذا نقول للمجتمع في هذه اللحظات؟
طبعا نحن نؤكد أن هذه السلوكيات مرفوضة وليست من عاداتنا وثقافتنا في دولة الإمارات. ترك هذه الكمامات والقفازات مرمية على الأرض يمكن أن يساهم في نقل العدوى لأشخاص آخرين، خصوصا إذا كانت هذه الكمامات قد يعني ملوثة، وبالتالي إذا لمسها شخص ممكن أن تنقل له العدوى، مثل عمال النظافة أو الأشخاص الموجودين في ذلك المكان. نؤكد على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة من خلال رمي الكمامات والقفازات المستخدمة في حاويات مغلقة، حفاظا على صحة وسلامة الجميع. وشكرا. كل الشكر والتقدير للدكتورة فريدة الحسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة. وأيضا كان معنا في هذه اللحاطة الإعلامية معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة، كان معنا مباشرة من دبي. وكان معنا هنا في موقع اللحاطة الإعلامية سعادة عبد الله علي النعيمي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين. أتعرفون ما معنى أن تنسى ألمك وما تمر به من ظروف صعبة في هذه اللحظات وتخرج للعالم وتقدم الشكر والتقدير لدولة الإمارات؟ هو أنبل معاني الوفاء وتظهر معاني الدول. الحمد لله، هذه الإمارات عندما نراها في كافة نشرات الأخبار هي من تقدم المساعدات في ظل الظروف الإنسانية. هذا هو نبع زايد الخير، مستمر في تقديم المساعدات، مستمر في خدمة البشرية. حفظ الله الإمارات وقيادتها الحكيمة، وحفظكم الله جميعا بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.